بص، شيكابالا كان افضل حاجه ليه ان هو اعتزل بعد ما خد الدوري السنه دي، اللي هي السنه اللي خلصت اللي دي خلصت. والله. اه طبعا، لان بص التوقيت الصح هو اللي تعرف تاخد فيه القرار. وزي ما قال ابراهيم، بص يا امير، هي الكوره مش عافيه، طبعا كل واحد وليه سن وكل واحد وليه مقدره وكل واحد فشيكابالا بعد ما خد الدوري، انا جوايا ما قلتش، يعني ما اتكلمتش مع حد، قلت ان ده افضل توقيت لشيكابالا ان هو اعتزل، واخد دوري وواخد بطوله والدنيا كويسه طب في فرق والامور ما معاه بين كويسه. التوقيت والمقدرة على العطاء، أنت شايف إنه قادر يقدم شيء لنادي الزمالك في الموسم لا، الجديد؟ انا شايف ان برضو الامور هتبقى صعبه في الوقت الحالي، خد صعب. بالك، بس هتسيب شيكابالا عشان يلعب ربع ساعه وتلت ساعه والكلام ده؟ لا، يعني برضو خد بالك، السن والمقدره ليها يعني، كل الناس زي ما قال ابراهيم بطلت يعني، وده ما يقللش، زي ما اقول لك، ما يقللش من شيكابالا. شيكابالا موهبه مش تيجي زيها يعني، مع احترامي، انت تمام. فاهمني؟